معنا على الهاتف الاعلامي المغربي مصطفى الداتي اللي هو صديق البرنامج رمزي معاش غريب على برنامج كان دخل معنا في مداخله سابقه. استاذ مصطفى مرحبا. اهلا وسهلا اخي، ومرحبا بكم ومرحبا بي عنكم، وتحيه للاخوه الحاضرين معك في الاستوديو. تحيه لك طبعا استاذ مصطفى. السؤال الاول، المنتخب المغربي اضاع انتصار كان في المتناول، منتخب كان وصل متفوق يعني 8 نقاط تقريبا فارق، يعني فرط في المقابله وانهزم في تقريبا 2 دقائق الاخرانيين. تعليقك ربما على هذه الهزيمه ومدى حظوظ المنتخب المغربي في الترشح للدوره الثانيه بعد الهزيمه هذه؟ أكيد على أن المباراة أمس كانت مباراة شيقة، تابع الجمهور المغربي بشغف. خروج المنتخب المغربي في الشوط الأول بفارق 7 نقاط كانت مفاجأة صراحة، لأننا نعرف المنتخب الجزائري جيدا ونعرف مشاركاته والخبرة، وتقريبا هو مشارك 14 مرة في كأس العالم. أما المغرب، المنتخب المغربي، فسبع مرات يعني بالنصف، يعني لديه تجربة ما تكفي على أنه يرجع في النتيجة في أي لحظة. ولكن المستوى المنتخب المغربي تحسن بشكل كبير، لأنه عرف كيف في الأول كيف يجعل الفارق 7 نقاط لأنها أول مرة. والحمد لله احنا راضين، احنا كشعب، احنا كجمهور، كمحب لهذه الرياضة، راضين على المستوى المنتخب الوطني. فما يمكنش نقول على أن المنتخب الجزائري كان ناقص، بل المنتخب المغربي كان في المستوى، لأنه كيواجه فريق عتيد، فريق لديه إمكانيات، لديه لاعبين في المستوى الكبير، وكنتمنى لي كذلك مسيرة موفقة. فنحن دائما نشجع الفرق العربية، تونس، مصر، قطر، تونس، الجزائر، البحرين، يعني نحن كلنا واحد. يعني المهم على أن الرياضة كرة اليد تصعد وترتقي إلى مستوى أحسن. تقريبا اللي فهمته من كلامك انه فما نوع من الرضا على اداء المنتخب المغربي رغم الهزيمه. اكيد 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 احنا راضين على النتيجه، اكيد. ليش؟ لان المنتخب ليز في مشواره الاول، هذه الخطوات الاولى. نحن كما قال سيد رئيس الجامعه، لانه هناك برنامج بعيد المدى، يعني ليس هناك لاننا ننهزم. نحن اذا انهزمنا بحصه 1 فارق فهذا بالنسبة لنا انتصار، لأن التجربة خانتنا، وعلى أن اللاعبين يعني يقدموا مجهود كبير في الشوط الأول، وكذلك في 5 دقائق الأولى. كتبقى 15 دقيقة التي كان فيها واحد نوع من العياء للاعبين إلى غيره، لأنه تعرفون على أن التحضير كان ماشي في مستوى، لأنه هناك كان برنامج كبير اللي كان غنديروا مباريات في مصر ضد اليابان، ضد فرق أخرى للاستعداد لهذا. ولكن للأسف الجائحة خلتنا على أننا نديروا بعض مقابلة البسيطة في تركيا وهنا في المغرب، يعني تدريب. يعني الحمد لله نحن راضين على مستوى المنتخب الوطني. كابتن مصطفى، معناه الأداء الجيد اللي ظهر به المنتخب المغربي في بداية المباراة والرضا متاعكم، هل ترى أنه المنتخب المغربي صار طمع ومن حقه أنه يطمع أنه علاش لا يحدث مفاجأة أمام إيسلندا والبرتغال؟ نحن نعرف إيسلندا والبرتغال، وأتمنى أن نقدم مستوى أحسن من هذا الذي قدمناه. أنا دائما أتكلم عن المستوى، لا أتكلم على النتيجة. النتيجة لن تأتي بين ليلة بين عشية وضحاها، النتائج تأتي مع الاستمرارية والتكوين والتأهيل إلى غير ذلك. فأنا كنت أتمنى على أن نكون مستوانا جيد وأن يفوز كذلك المنتخب الجزائري. سنسانده في مباراة إيسلندا، يعني سنسانده في المباراة ضد البرتغال. ما يهم هو أننا نتحسن، نحن صحيح. في الطريق احنا هذا هو أهم شيء. هذا هو ما نحبوش الجماهير المغربية معناه مع الأداء ذي ما نحبوهاش تكون قاسية شوية مع اللاعبين بصراحة. أكيد نحن مجموعة من المتتبعين، درنا فيديو ودرنا فيديو أرسلناه للاعبين وشجعناهم، رغم النتيجة فشجعناهم وقلنا لهم سيروا في الطريق. نحن ما باغين، احنا الهدف ديالنا تأهلنا لكأس العالم، البطولة العالم، هذا أهم شيء.
والقادم أحلى بإذن الله، لا على مستوى الشبان وعلى مستوى الفتيان ولا على البطولة الإفريقية التي ستنظم بالمدينة العيون 2022. أستاذ مصطفى، على ذكر على ذكر البطولة الإفريقية للشبان، شنو التحذيرات اللي قام بها الاتحاد المغربي أو اللجنة المنظمة لتنظيم هذا الحدث اللي هو نحكيه على شهر مارس اللي هو هنا هي معناها قريب، وإن شاء الله بالنسبة للتنظيم هذا إن شاء الله يكون على أعلى مستوى إن شاء الله. أهم شيء هو أنه تم تعيين اللاعب الدولي اللاعب المعروف بالراجع، بالراجع. تعرفون بالراجع؟ أكيد. بالراجع هو تعيين مؤخرا على الإدارة التقنية لمنتخب الشبان، وسيدخل إن شاء الله عما قريب بعد رجوع المنتخب الوطني، لأنه لديه لاعبين مع الشبان مشاو مع المنتخب المغربي، فلما يدخلوا إن شاء الله ستكون الاستعدادات جيدة، وعدنا طموح لأننا نتأهل لبطولة عالم الشبان بإذن الله تعالى. يعني الظروف الصحية الخاصة في هذا الوضع يعني كورونا وكذا، ما تصورش دائما علامة استفهام، ونتمنى أن نتجاوز هذه المحنة بحمد الله تعالى. يعني فما إمكانية أن يتم تأجيل هذا الموعد؟ لا أظن كنت بطولة عالمية لم تؤجل، فكيف نؤجل على أننا مع 5 أو 10 فرق أو 6 فرق، هناك 32 فريق، فكيف يمكن نؤجل هذا البطولة؟ يعني لا داعي للقلق، ربما إن شاء الله سيكون اللقاح وستكون الأمور على أحسن ما يرام. ومرحبا بالإخوة التونسيين والجزائريين والأفارقة كاملين هنا في المغرب، مرحبا بكم. صح سي مصطفى، إن شاء الله في فرص قادمة تتدخل معنا، وإن شاء الله المقابلة القادمة نلقاو المغرب منتصرة بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله أتمنى كل خير، والخير آتي إن شاء الله في المستقبل القريب بإذن الله والبعيد. شكرا لكم على إذاعتكم المهتمة 2040. مشكور طبعا الأستاذ مصطفى الدات الإعلامي المغربي.